الكريم لها خصوصية بسبب تنوعها الديني القومي المذهبي العشائري، ولهذا يجب على عالم الدين والإمام الخطيب في نينوى أن يستحضر في ذهنه كل هذه الأمور، كيف يعمل على وضع الجميع في نسيج اجتماعي واحد، كيف نحافظ على الأيزيديين في نينوى، كيف نحافظ على المسيحيين في نينوى، كيف نحافظ على أهلنا المسلمين في نينوى، كيف نعيد إعمار محافظتنا من جديد، كيف نستأصل الفكر التكفيري من جذوره. تهدف هذه الدورة إلى اكتساب المتدربين المشاركين مهارات علمية وعملية في الرد على شبه الجماعات التكفيرية المتطرفة ودفعها بالحجة والدليل الشرعي الصحيح. لا بد أن نقف على حقيقة أن داعش هي صنيعة اصطنعت لتدمير الإسلام وتدمير هذه المحافظات، لكن الذي يجب علينا اليوم أن نعالج هذه الآثار، هي انتهت وإن شاء الله ستنتهي، ولكن لا بد أن نقف بواجبنا اليوم هو إصلاح هذه النفوس وإصلاح هذه العقول والأفكار وإنقاذ شبابنا اليوم من مخلفاتها، تصحيح وتوجيه الخطاب الديني في المرحلة القادمة، وهذا واجب حتمي ومسؤولية كبيرة على عاتق الأئمة والخطباء خاصة وعلى كافة المثقفين وكافة الشرائح للنهوض بوجه هذه الهجمة الشرسة. التعلم من مشايخنا وعلمائنا في كيفية التعايش السلبي ونبذ التطرف للوصول إلى حالة مجتمعية سليمة بين المذاهب والقوميات. مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وطلبتها في الموصل يعملون على نشر منهج الاعتدال والوسطية والتعايش السلمي ما بين المجتمع في مرحلة ما بعد داعش. رياض عزيز، قناة الرشيد، أربيل.